كاين الناس كتجي عندي مو كتجي هو مول تريبورتو حيت مول تريبورتو موقع له والو وداك اللي راكب داك اللي راكب وانا يا زلمه عارف راسو كنبوس عليه بالضحك انا اللي راكب اللور طلع على راسو حالي تالي يعني. ولا ساعه ساعه كيقول لي واش انا معقلين على رقم ساقوات صح حبك وانا وكنمشي بالرجيله هو كي حد ما قال لي قلت له قلت له بعد من الدور انا عندي اسمي خصني ندير له انا مكتئب من هذا هو ريزيني كنعيط له كنقول له فيها مالك افلام سيسي كيقول لي شو علاش مصيني با كنقول له با مصيك على العكاس والنظافه وكيبقى يضحك يعبر له الله يعمر له كاش منين خرج اخوتي هادي دابا هادي الكارثه راه وقعت لي في 2019 2019 لدابا شحال 2024 ها هو الحديد مازال في رجلي مازال ما حيدتوش خوتي السلام عليكم كما العاده راكم عارفين معكم خوكم عزيز بوزي سمع ولاد الجريمه وابنات الجريمه اللي ما مابونيش مع اخوكم عزيز بوزي دخلوا تابونا ما تنساوش غمسوا كومنتير الزوين ولا القبيح حنا ما عندناش مشكل باش تجي معاه تلقوا راسكم للفراجة خوكم بوزي ها هو جا غنحكيو لكم على واحد الحديثة كانت وقعت لخوكم عزيز بوزي واش تعرفو بوزي راس المحايل راس المحاين دابا هادي كونديلا ماشي حباسيه في الطبيب كونديلا في الطبيب علاش على الرجل الله والنبي رسول الله كنا تهرسنا ودايرين الحديد من هنا لهنايا المهم ما عليناش نحكي لكم الحكايه القصه من الاول تالت تالي ما عليناش 2019 في شهر 4 فيه 27 مازال عاقل اخوتي بنهار السبت كان في واحد القهيوانات في حومتنا كنت هاود مع الدراويين عندي عندك عندي عندك كيتسمى جاي واحد السيد بلا ما نذكر السمية ديالو راه تا هو الأباطيرة دفاس الأباطيرة بلا ما تجبد سميتو ما والو خصيم وراجل الله يعمرها سلاو كيتعامل مع عباد الله عندك ما عندكش يتعامل معاك ثم جاب الطواني بيه كنعرفو بخير لاباس جاي مع واحد الدريري بخير لاباس كي داير قال لي واش كتعرف هاد فلان هذا التويلي فين قلت لاباس قال لي راه باع لي التليفون ديال الشينوا شحال قال لي ب27 كانوا كيبيعوا التليفونات الشينوا كيبان بحال الدوريجي قلت له ما بنسير خبري هكا والله الا كنضحك معاك بنسير خبري ولا قلت له حقا شافك من الحياه بنسير بحال شي خبري ود البلاد وقديم وباطال وجدار وكيطير والله الصلاة والعبادة بخير ما علينا قلت له طلعت مع الدروري اللي كيبيعوا التليفون هو صاحبنا حشومة جابنا لمقصدك قعدت تمشي معاه انا كنقلب عرفت بنادم قلت له سير بحالاتك فلوس كتولي لك وما بيش الفلوس عنده الخير مدبر الله يستر الله يسهل عليه الله يزيدو غير بيه الشمسة حتى واحد ما عمرو قلبو ود البلاد وش در كيطير بنادم كيدير منو هكا نتا تجي غير دري صغير تقولبو جوج بيهم المهم سولت عرفت شكون قلتلو صافي كون هاني طلعت انا واحد الدريري ولد مول هاد القهوات صافي صافي اخي عايز قلت له سير الله يسترك طلعت طويني بيل ديالو دار اعمار
شحال حالة هبطنا بحالنا، هبطنا بحالاتنا. وداك صاحبنا خليت له الوصايه، ها هو جاي ترك 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 ترك. قال لي خي عزيز، ما كيتضشر منه. قال لي خي عزيز جيتي انت وفلان، قلت له انت ما قلتي ما تقول، قلبتي صاحبنا وخونا وبانا كيتعامل معانا ولا عمرها سلعه. قال لي خي عزيز والله ما عرفته، ولكن لي فلوسو كاينه الا مشيت لعندو. قال لي راه غيضربني ولا غيكدا ولا. طلعت شي معايا انا، والله ما تخاف، قلت له راه راجل. قال لي صافي. قلت له فين هو اللي باع التليفون معاك؟ قال لي خاي بوزي راه ما كاينش، كيسكن زواغ دابا راه في ايطاليا. الله يسهل عليه، الله يكمل عليه بالخير. فلوس؟ قلت له كاينه. قال لي كاينه. قلت له سير جيبها واجي. مشى غيب عليا شي نص ساعة، هو جايب الريالات وجاي. ترك 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 الحومة. قلت له الفلوس كاينة؟ قال لي كاين. طرق طرق طرق. حسبتها. قلت له شحال عطيتيني؟ قال لي 27,000. قلت لك ولد مول القهوة؟ قلت له انت شحال عطاني؟ قال لي بلا ما يمشي معاك ولد مول القهوة. قلت له غيزيد الله يمي ادي. قلت له حيت هذاك راجل كنعرفو يعني، انا كبرت حداه صغير. ما علينا. طريق 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 سأل عنده، كندخل نسقسي عليه. قالوا لي هو هنا في هاد البليصة البيرو ديالو. طلعت طق طق زيد خالص فين معلم مزيان بخير لاباس هاني اكيد داير. قال لي جلس. قلت له ما فيا ما يجلس. قلت له راك عارف. قلت له الامانة لو سقسيتيني عليها راه ناضي المعلم هكا. قال لي جبتي معاك داك الدريوري اللي قربوني؟ قلت له راه واحد جبته وواحد ما جاش، ولكن راك عارف حلفتي لي انت. قال لي راه والله من ادي هو كيصلي الصلاه والعباده. قال لي فين هو؟ قلت له هو في الباب. طرق طرق انا ودو. قال له اج. قال له ما حشمتي ما والو. قال له والله ما عرفتك با فلان وهادي وهادي. قال له فين الفلوس؟ قال لي عند عزيز. طرق طرق طرق. شحال هادي؟ 27,000 يا دي ديالك. قال لي يا دي. قال لي ما بياش الفلوس، بيا غير الشمسه. واش انا يقولبوني؟ ما عمر شي واحد قولبني مع هلا كلشي كيعرفوا العالم كيعرفوا لا ما نجبدوا سميتو ما عليناش. طويل فين فين المعلم؟ قال له الشيكه ما كانش على وجه عزيز. قال له الله سنديك نكتفك شهرين نعطيك تاكل وتشرب. قال له نكتفك. قال لك منين جيتي مع هذا الراجل؟ راه حلفت له. صيفط واحد الدري قال له جيب التليفون الطونوبيل. يعني جبت التويلي فين مدوه باس له راسه. قلت له الله يسامح المعلم هو هادي ودنا للحوم. قال اخر كيبوس فيا وعم نقص بدا جوج فاني دا النور داز. قال لي اكوم اخي عزيز الساعة تخلص الربعين ما كاين لا شراب لا والو. كليتهم بقينا جالسين في القهوة. عندي عندك عندي عندك كنطوب. كاتب لي جاي واحد الدريري مجوج عنده وليداتو. انا خاي بوزي بخير لاباس. قلت له شنو تما؟ قال لي واش تمشي معايا خاي عزيز العربية؟ عنده واحد الناس كنعرفو من سابهم، وانا كنعرف داك داك الدريري اللي كاي اللي نسيبو كان كيجي لعندنا وكنجلسو كنتهاودو. انا ما كنكميش عند الركبي كندكو ما كنكميش. مالك عارف مبليين بلا ما كيتسكيف. قلتلو فاش غنمشيو اخاي فلان؟ قلتلو انا راه ما فني ما عنديش. قال لي نشوفو واحد الدريري وصلنا. دريري شكون هاد الدريري؟ شو هاد الدريري بالطونوبيل؟ قلتلو ها طويني بيه ودنا جنان السراج كاين جنان قادرين من التحت. طرق طرق انا ود واحد ستالاسيون ما لقيناش مول الطونوبيل. جاي واحد مول تريبورت واحد المدعوي مدعوي لا قلتي فيه سخطة فيه سخطة. واد ريف قلبو مزيان ولكن هو مدعوي بوهالي كتقول له زيد لهنا يمشي معاك فين بغيتي. ما عليناش
قال لي توصلنا ما توصلنا تريبورتو. شو كنا نمشيو في الطوموبيل كنا نمشيو في تريبورتو. توصلنا ما توصلناش لاخر ندعوي كما قلت لكم مالي هاد مشي معاك سهل الصحراء الرشيدية المهم غير دير له غير الجغمة. انا كان عندي داك سميت مو لارغاتي يعني لارغاتي كم خرجوا لي الطبيب حيت بزاف ديال الحبس وكذا كيمرض شحال هادي ما كليت داكش علاش. قلت له راه عندي شويه ديال كذا وكذا جيبو ديو تما نعطي عليه الكسامه. قال لي جيبو اخي عاز طرق طرق طلع للدار سوير تاع ديك الساعه عطاوني السوار تما لين الدار سمي ساليت من السرقه ساليت من العالم حيت ملي كنا كنسرقو وكذا تيخوش فيك. دخلت هز لهم العيبات كذا حيت فايت عدمتهم سوير طرق طرق ندخل قلت له والله يسعد جبت داك الدواء اللي عندي كامل تعطلت طرق طرق. قال لي تعطلت يا خيات فينا نمشيو؟ قالك الجبل في الريشة. وانا كنعرف لي في الريشة مقرب الجبل المهم انا غير المهم انا وانا عام كتقول لي زيد كنقول لك زيد عمر شاد. قال لي راه نمشيو شي بلاصة قلت له لا لا حق هذيك ولا هذيك صافي داغ زيد زيد صهراني صافي حليب مصفي ما كان دير مشاكل ما والو شنو كنقول لهم في 2019 جايكم هادي كونديلا ديال الطبيب ديال العذاب عذاب اخوتي داز على خوكم بوزي راه راس المحايد. ملي كنقول لبنادم شي حاجه راه ما كنجيش نعاود لكم ولا غنكذب عليكم ولا غنقول لكم شي حاجه اللي غنجبدها انا غير من بحال واحد انا صونا عليا عاد البارح باه قال لي خايب بوزي قال لي كونديلا اللي تقاسيتي بلاتي قال لي هذيك هي اللي شك عاودتيها من اعماق قلبك. قلت له شتي كجربتي انت داك الضربه ديال الاسيد مشيت تعاودها من اعماق قلبك. قلت له راك واقيلا ما تقدش تعاودها انا كنعاودو غير اللي واقع لنا واللي دايز علينا ولا المهم ما عليناش. قلتنا انا نطلعو في التريبورت قلت له جيب شي كوكا وكان اللي فيها الفاني باش نمشي كون. قلت له بعدا مول تريبورت قلت له عندك الضو بحال على مني قلبي عندك الضو. قال لي كاين اخاي بوزي قال لي الضو كاين هبكو كادرنا فيها حبيبات مخاد عنده هو حبيبات ديك ستا وغادين كندك انا نعطيه ونعطيه الشيف وصول الحماق سايق بينا تريبورت ومدعوي طر كنكسلو كنوصلو القنصارة داز البومبا دار له ليصاص مع الاخر خصيم داك خونا اللي قلت لكم غنطلع معاه خصيم ويعم راس لها ولد الناس. ولكن هذاك مصيب واه العكاس العكاس والنظافة كيقولها لي كيقول لي موصيني بواه العكاس والنظافة حمق. وصلنا القنصارة دار له ليسان زدنا بدا يطيح الباش بدا كيطيح الباش هاد القيوات قوينا دار مارش. قلت له بدا يطيح الباش قلت له ملي يطيح الباش شعل الضابة الضو راه هو سبب كلشي كنكسلو انا مكنعرفش داك الطريق عمري مشيت لداك البلاصة اول مره غنمشي لها خوتي انا غادي طاح الباص. قلت له شحال لامبا زعما شحال الضو قال لي ما ترا قال لي ما بغاش يخدم. قلت له حبس اخي شي بلايص عندو التليفون الاخر فيه البيل. قلت له قادنا حنا نمشيو على الظلام الرموكات كيجيو كاميونات كيجيو كيران كيجيو زطم فينا شي واحد انا عندنا تريبورت وانا راكب حداه دابا انا هو الشيفور هنا وانا راكب حداه ودير رجلي هكا
وصاحبنا الاخر راكب في الجفنه زاد واحد البلايه سابقه كان تم شغال ما شعرش الضو جا الاخر معاه قال لي نكملها وقلت له كمل برك كيبقى غادي بينا قلت له غير بشويه ضويل له حنا الشرطه على الخط الشرطه البيضاء ضويل له كنقول له عندك زيد من هنا ما نحدان ضويل له عندك عندك المهم غادي غادي تسال عين عايشه انا عايشه كنلقى واحد الدريري تماي و سيدي بوجيده ولاو ساكنين تما فين بوزي بخير لاباس كيعرفو تا هو قالو فين فلان فين كدا بخير لاباس غاديين راه طالع قالو طالع عند واحد نساد قلت له شوف لنا خايا كاين وبالسبت كنقول لكم بلي شوف لنا خايا كاين شي ميكانيك هنا يصوب لنا الضو ولا يسرق حنا غاديين غير على الظلام وصلنا لعين عيشة ضو البولات رقم بقى كيقلب مسكين زدنا الميتيرة بقينا كنتسالو عندي عند كنشوفو إلا كان حل شي واحد مازال قصار والو ني شنو قال لي مسكين داك الدريري ساكن في عين عيشة جا خاي بوزي تاو جوج د الرجال يلاه معايا للدار تبعتو معانا وفي الصباح كملوا الطريق ما عندكم لا ضو لا والو شي مصيبه كحال هكا قالنا مسكين حنايا بقوة الحماق كنا درنا عقلنا على قولة الله كبار كبير مسكين بس هاكسي ديما ملي كنجي نعاود شي حاجة الآدم مش عارفو كنعاود غير الواقع مكاينش شي حاجة اللي ما هي هكا ولا عندكم غير الفري قول لي يا حمق خرج تعشى وقصر معاه وبات تما وفي الصباح عاد سيرو ما كاينش الضو معنا مع واكل الدواوة قلت له صافي خلينا نمشي وراه نضوي بالبيل ديالك جا الله قلت له نساعة مسكين هو معنا هاد الهضرة قلت له خلينا نمشي هذاك مول تريبورتو داك يلعب عليه الدواء قال داك الدريري اللي غادي معانا قال له واش كتعرف انا ما كنعرفش نصوب كنعرف نصوب الفيتاس انا قال له واش كتعرف تصوب قال له كنعرف نصوب ركب الاخر راه ركب سي خوتي هاد الاداء ركب الاخر لينا الدريري اخر مول تريبورتو ركب الجفنة ما كيعرفش يسوق الاخر كسيره طلع فوق التريطوار وتصن ولا بقى عليها كيدير كدير حبس الموتور الدريري قالنا وجا الله ما كاينش قال وجا الله يحطوا الموتور وليو قلت له الاخر اجي خاي سوق بينا نتايا مول الموتور اللي عارف موتور وانا انا غادي نضويك قال لي صافي قاد الميتير الله والنبي رسول الله عاوتاني كيكسر قلت له سير غير بشويه سير غير بشويه اخاي هكا ما عندناش الضو انا مدور غير بالبيل ديال التليفون نوكيا وغادي غير سمو غادي داك الطريق الفريشه حنا ما عارفينهاش والله ما كنعرفوها ما عمري مشيت لها انا معلم على كلين الدواء كنزيدو شويه في الضو كنسولو على كنسولها كيقولنا بنادم ها منين تمشي وراه غير جبال وغير هادي خليكم صال الصباح ما عندكمش الضو شحال من واحد قالها لنا شحال من الطونوبيل قالها لنا حنايا غير باركين بقينا غادي وصلنا لواحد الرومبان وراونا منين عاوتاني دخلنا لدوك الرومبان ها راه يديك عاوتاني واحد الشوينطي غير صغيور شوينطي غير صغير بقينا غادي كنا كنضوي نضوي بالبي هاشي حمق ما بحال هكا ملي قال لنا بنا نباتو معاه نباتو معاه في الدار اخوتي هنا بنا ما كيخدمش العقل هنا فين العقل كيخدم لا كان هذا عندي انا نباتو مع هذاك الدري وكان عندي كاع العقل ما مشيش معانا كاع وهي فتكرهوا شيء هو خير لكم عسى تحبوا شيء فهو شر لكم كتابا لنا ديكش كتابا لك راه غتهرس في البلاصه الفلانيه سالات الهضره
مهم بقينا غادي مضويلو 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 بالبين مضويلو بالبين على رقبتي اخوتي الا بحالي عاد نتهرس دابا ما عرفش واش البيل كفا واش كدا مازال دابا مازال ما كاين واحد الرمله كيصوبوا الطريق كيقدو فياج د الرمله كيضرب فيه طبخ كيضرب فيه انا ما دايرش ليا هكا رجلي هكا متسكي رجل حاطه هنا رجلها تقلب الموتور تقلب الموتور طاح لي على رجلي طاح لي على رجلك الجنب ديالو طاح لي على هاد البلاصه هادي تهرست من هنا الاخر اللي اللور طار جا ليه داك الشيفور ما وقع له والو كنت عليهم يهزوك حبزوك حبزو الموتور جا واحد الراجل مسكين الله يذكره بخير لكن كيسمعنا تفرج فينا الله يكثر خيره هو ولده الله يكثر خيره عمري نسالو خير ديال جاب سكين كالا وهادي جاب لي مسكين كاشه قلت لهم جاني البرد انا بحال دابا قال لي الاخر نوض قديش نوض قلت له خوتي راني تهرس تهرس عراقيت جاب لي مسكين كويشه وطربوش مازال عاقل كاشه وطربوش وخديه نعس في الارض غطاني مسكين داك كاشه دار لي حط طربوش على راسي مسكين الله يخلي له وليداتو خديه حتى نقول معايا طولي غير غير لابيلانس غير لابيلانس خصني نمشي غير للطبيب خصني نمشي غير للطبيب هذاك جاتني شحال السخفه ملي كيتهرس راه الحامق اول مره غنتهرس الليل داك الراجل مسكين كيصوني كدا قال لي شني عندك شي نمره قلت له عندي النمره ديال خاي قريب قيد صوني عليه قلت له راني واقفين واحد البلاصه كيقول لها شني واشني راني طاع ليا التريبورتور راني مهرس مكنقدرش نزيد على رجلي انا صحابني طارت لي رجلي ما كنقدش نشوف ما قديتش لا نصطم عليا لا نهزها ما قديت نهزها ما قديت نصطم عليا صافي تجبدت بقيت غير قوة الخلعة أول مرة بنادم كيوقع له داك المشكل ما عليناش بقى مسكين داك الراجل وولدو كيصوني وجاو كتمو دايزين الكاميونات د الرملة وكدا كيحبسوهم مضويا كيصوني كتم جاية بومبية بومبية ولا داك سميتما ديالهم ديال الإسعاف هات ما يجيو الجوندار وجا تجي الإيسا جاب جا صغير لابيلانس الزوني وجلي عرفت كدي ودار داك البايص وجلي طرق 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 وانا غير كنغوت غير بشوية بشوية طاوني ديال الكاشة كيركبو معايا داك الجوج سميتو فلابيلانس الموتور خلاه مسكين ديك الراجل شوف عارف ولاد الناس شي ولاد الحرام الموتور يديو هنا يديو كل شيء ما درت شي حادثه هنا ما عيطنا حنا البول المخزن ما والو غير الجوندار عندهم سم المهم انا الموتور تال تا كيقولها لي الدري ملي كيجي لعندي الطبيب المهم ما عليناش يا الله والطبيب تاونات الطبيب ديال تاونات عاوتاني تسمينا داخلين دخليني بداك البايص وهذاك القبص ما عندهمش اللي غيكاليو الكبير رجليك بحال دابا من هنا وهادي على ما تجي الاثنين ويديروا لك عمليه ما عندهمش كان عندي واحد المصيريف قال لي واش شحال كيدير القبص قال لك 16% جبد 16% مع السخفه اللي دري لي شراو القبص وداروا لي على رجلي من هنا بحال شراكم حتى لهنايا باش غيبقى رجلي مكاليه ما داروليش على الهرسه غير من التحت كتقوم زيرو باش كتبقى بحال داروا لك غير كاله وصافي دير هكا كاله ونا رجلينا المهم زيدوني لواحد واحد البيت طرق طرق عزوني حطوني وجلي كطرق كنقول غير بشويه بشويه العداو عطاني داك الدريري قال شكون اللي يبقى معاه هنا هذاك مول الموتور قال لهم انا نبقى معاه الاخر مشى كمل عند نساب تما تما في الطبيب قلت لكم بالسبت هادشي وقع
الصباح د الحد، الصباح د الحد شكون اللي جاي عندك؟ تشوف منين عاد غيتمو جايين دابا الناس؟ بلاتي نقول الفطور في الصباح شنو عاطينا؟ الحبس احسن منهم. على رقبتي كاس داتاي قدادة مسوس ومسكومي راح حافية شاحتة، ولا قد شي ناكل. انا مارس رجلي بالي غير مع رجلي، ما قديش رديني نعاس بالحريق. على رقبتي في ساعة ساعة كنبغي نميل رجلي، كدير طرق طرق كدير غير هكا صال الصباح. المهم جات واحد بنت خالي كتسكن تما، جابت المسكينة مي زبيلة جايبة الماكلة، هادشي ناكل. كاي تم جاي واحد الدري دحوم تناوى انايا مسكين صاحب الله يذكره بخير، جايب موين داك الدري. جاوبت انا عندنا، دخلو مسكين شافني في الطبيب ياك لاباس بيه. قلت له راه اللي كتاب كتاب، ما عندنا ما نديرو اخر. ثم كاتب وهادي الطبيب ما كاينش عندهم بنهار نهار الحد، شي بحالنا هنا في فاس الطبيب الحد السبت الاثنين 15 د الليل كتلقاه. كتجي اختي، جاي اختي عاوتاني تخلات خاصك تسكت. قلت لها ما تبكي ما والوش، والله صافي. قلت لها راهي كم عارفين البنات حنا المساك. المهم دوز ديك الليله الثانيه تما، داك الدري اللي بات معايا صافي جاب مشى مع الوالده ديالو، داك دا التريبورتو ديالو. صباح الاثنين كيجي الطبيب، الطبيب دخل باش يشوفني وهادي. قال لي راه خصك عمليه، خصك مليون الفلوس، مليون باش دير الحديد. قال لي واش عندك الراميد؟ قلت له عندي. قال لي خصك تمشي لفاس دير عمليه بلا فلوس. قلت له نمشي يا خاي. قلت لي اختي نمشي. قال لي دي في لابيلاس. شاف المهم شاف لابيلاس، قال لي 600 درهم 60000 فرنك. عاوتاني داروني في الباياس، داروني في الباياس. جا داك الدري مسكين اللي قلت لكم طلع عند نسابو، جا تا هو بغا يعود معانا ما خلاش، قال يعود معاه غير ختو. عاود ركبوني في داك لابيلاس مع البيستا، وجايه كتغرش لي كتهز مسكينه اختي، شاده لي رجلي. على رقبتي اخوتي العذاب يا عبد الله والمركب، خدمني المركب المركب. المهم خاي جاب داك عالم، جبت الراميد ما ديما في جيبي هو ولا كارت. انا ديما لا كارت كنهزو في جيبي. قالك شي حاجه في شي بلاصه شكون اللي غيعرفك واش انت فلان ولا فلان؟ تموت في شي قنت شكون اللي يعرفك؟ كدا تسخف في شي بلاصه خصك تكون كتفهم. جا دخلوني جمع شي وراق هو صيفط، انا راه غني غير على الباياس، ناس على الباياس. خوادريا ديالي حدايا ومغطي. تما جايه الوالده، لا جايه قالت لها تبكي حتى هي، لا جايه ها طيب حالك. المهم دوش شي سوي هاد المكانه مع جمع الوريقات. كدخلوني كيديروا لي الراديو، هي خصك العمليه. قلت لهم ديروا العمليه، انا خصني هذيك الحريق. هاي عمليه غيدير، ماشي غير العمليه، مغيد من غير الحريق. زيدوني في داك البايا صافي لواحد البليصه ما مغطي وبقيت شحال نزل عاقل. تأدنت المغرب، أدنت المغرب. اختي مشات تصلي، قلت لها نمشي نصلي المغرب مع الخوادريه كتصلي امي. بقى خايت اخي كيصلي بقى حداي. جاو الدري ولين كيعرفو انا تما السيكيريتي لاباس، اشني وقع واشني وقع الله يشافي. مشات تصلي المغرب، ما جاي مورايا دخلوني ديال الحوايج. بقيت في الشرط، هي في الشرط مزال عقل الشرط والزبطة. المهم عطاو الحويجات الخاي، لبسوني واحد الطابلية داكشي العمليات. كيدخلوني فين كيكزلو بنادم با، دخلوني على واحد دوك اللعيبات ديال الضا، داروا لي اللعيبات ديالي هنايا. عرفتي شحال علقوا لي هنايا؟ قال لي واش تقيت؟ قلت له ما تقيت ما والو. المهم
جا عمك واحد جا العقل عليه واحد الطبيب غير قصاور بروفيسور كاع كنقول لكم، جاب واحد الشوكه نوضوني ضرب على البايص نوضوني واحد الشوكه صغيره ضربها لي هنا في ظهري، ضربها لي في السنسول ديال ظهري، حسيت بداك الشيء ود لي بحال دابا على هاد البلاصه هادي من هنا، ورد لتحت نهدت بحال بنو كيتشلل شي قارين عليه الناس العلم. طيب راه عين ضربك الشوكه من هنايا باش العمليه انا جايكم باش ما تحس بتا لعبه، دا واحد لي زير هكا باش نبقى نشوف تا واحد، الطبيب حدايا هنا واحد هنا وشي ربعه ديال داك عواز افارقه، هذوك هما المصاد، هذوك هما اللي داروا العمليه، هذوك هما اللي ما تحس بتا لعبه. المهم هذا واحد ساعة عاد كنبغي كنسمع على رقبتي اخويا، كنسمع الشريم كنت تضرب في رجلي في العظام، خاص كتحس ما والو باش تحس، وترجع مبنج من هنا لتحت بحال ما كاينينش، بحال كاين غير هاد النص، هذا بحال كاين غير هاد النص بالاثنين هادي 29 4 باش غندير العمليه، راه مزال عاقل، راه الوراق عندي في الدار، مزال كندير الكونترول على رجلي. المهم شحال ما خدامين في ديك العمليه، شحال ما قلت لكم منين دخلوني مع المغاربه خوتي حتى الجوج والصرف ديال الليل، حتى سالت العمليه اللي ركبوا لي الحديد من هنايا واحد القطيب طويل هو عندي هنا، داروا لي جبولونات من هنا واحد من هنا واحد من هنا دايرين هكا شادين، عاوتاني جوج من هنا دايرين هكا شادينا، هي اللعيبه العمليه. المهم ما عليناش جوج وصر تم ديني في البايص، ارتاحيت قلت الله والله الا بخير، بعد ملي داروا لي الحديد بخير، تلاقى اختي تلاقيت خاي اي خير لاباس، قلت لهم ضرب اي خير والا دابا رجلي بخير، وانا مسحابنيش انا جايكم ابا، قلت بخير حيت نركبوا لك الحديد ودنا عليك حيت مازال ديك البنت شاد فيك. المهم داروا لي العيبات هنايا، ترى هاد واحد البلاصه دابا نوريها لكم عمرت حتى هي عاوتاني، ما من طال الجر هاد البلاصه تجردات عمرت داك الماء ما عليناش، قالت الله راني البيكات طروازيام ولا في كاتر ايام، المهم عرفت كنطلع قبالة المركب كتفرج الدراري كيلعبوا الكورة، دخلوني ربعة بينا ثلاثة وانا الرابع كيدخلو واحد الباياص زوني مساكن كويشة، جات لي اختي مول كويشة على العيبات، حطيناهم عمك عز ما كيتحرك ما والو، رجليه ما كنتحرك ما والو غير كيدير لي ها ها العادة ببرا لا يعطيه شي واحد، هادي دوزناه راه الحماق اخوت ما عليناش، حتى راسي نعس اشي ساعتين نقول لكم لا على ما طار مني البنجة خوتي، وبقيت كنعيط بالعادة والعادة وامي الحريق الحريق ديال التقيب تقبلك في العظام ودخلوا لك الحديد والعادة، وكيتم جاي الطبيب مع لقي لي السير جاي الطبيب، قلت له راه رجلي كتحرقني كتحرق، قال لي شوف عطاني واحد الفنيده قال لي هذه شربها ويهدر عليك الحرق، شرب ديك الفنيده شي شويه عاوتاني وهدا نشوف، بقيت كنعيط بالعاده ثم جا قال لي ما تخلينيش نعس، قلت له رجلي كتقول والعاده والعاده، في خمسه داك الناس اللي معايا داك الشامبر مع ثلاثه وانا الرابع والعاده وكيرغبوا، قال لهم قال لي لازمك شي فنيده راه تموت، قال لي لازمك شي فنيده تموت، قال لي ما نعطيك لا فنيده لا، قال لي غير صبر وبقيت قربي بغا يديني الناس حتى الصباح، وانا العاده ما غنقد لا ندير لا كي غدير تميل ولا صافي ناس غير والعاده والعاده، ساكن داك الناس بيتين فايقين معانا، عاوتاني كان معايا واحد مسكين داير قصيده
شلل مرجليهم صايبك حلو وهو وجوج مهرسين تا قال له حنا دوزنا هاد الشيء. الصباح كيتم جاي الفرمي داك الدكاترة وجا حابسه المراجل اللي راه الحريق قالوا لي السير وهادي قالوا لي حيد داك الفاصمه باش نشوف لك شنو كاين. لقى هاد البلاصه هادي عندك عامره بالماء كيضربوها بواحد ضربوا واحد اللعيبات خرج داك الماء وثاني طوايه و رجلي انا غير كيبغي يقيس فيا كنقول لها يا رجلي الحريق كتولي بنادم غير بالك غير مع واخا بالك غير يد عليك بنادم تقفز. المهم بقيت معاهم تما داك الطبيب دوا العالم كيجيو الدريوي الناس كيشوفوني حماق. دوزت الاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه. الجمعه كنخرج خرج صاحبتي خرجيني من الطبيب داك الكريري صاحبتي ديال المعوقين ما حد ما قد لا نزيد لا والو. الكريري صاحبي دافعني خاي مسكين سال الطاكسي دريوريين هيزوني في الطاكسي عاوتاني مصيبة كحلة عندك اي رجلي عندك هاس تما عاوتاني اختي جلست ليا جلست حطيت لها مسكينة رجلي على حجرها وبقاين مول الطاكسي غير بشوية خايب بشوية توصلني سال حدا القهوة باب الدرب ديالي كيت الجوقة باب القهوة الدريوريين كلشي كيتسناني راه قال لهم خاي خرج ساكن عاوتاني غير كيهزني من هنا شادني ما كنقول لهم انا رجلي رجلي غير بشويه مقدم للحومه مسكين سالي زيد زيدوني الباب الدار قال لهم مقدم انا نحمله قلت له رجلي قال لي غير صبر ديتو بقى مسكين. انا ساكنين من المولانا في السطح بقى مسكين غادي معذب معايا معذب معايا حتى للدار تهز راسي هكا داير لها رقبه سالا عقل دارت لي اختي خديه مسكينه هكا حطيت مرتاحيت شوية ارتاحيت وقعت مو الجوقة والدريورية المساكن كل شيء لاباس. قول لهم معلم شنو هي ندير لي كتاب راه كتاب ما بقاش الحريق بقات غير ديك اللعبة ديال الخلعة والدوخة ديال الطبيب. الدريوريين داخلين خارجين مساكن اللي كيجي كيجي يشوفك وحماق كل واحد شنو كيجيب معاه كتر خيرهم. والعذاب طواليط في بلاصتك ليكوش خص مرحبا هاكا خوتي انا كدبش عليكم راه ماشي بلا ما نقول لكم شي حاجه راه كنت كنقد النوض والو ليكوش العالم بحال راه بنادم معوق انت ما تقدش تستنى برجلك دير تدخل للطواليط خويا غدير بزاف الحوايج. شوكه كيضربوها لي معاها عشرة ديال الصباح لا غدا مع عشرة الصباح خصك واحدة أخرى جوج بألف جوج بخمسة آلاف خمسة آلاف وثمانمية جوج شوكات في الوقت خصك تضربها في الوقت. واحد البنت معانا مسكينة ساكنة معانا كطلع على عشرة الصباح جا رمضان الدواء كان كون رمضان كريس رمضان وشرب الدواء الطبيب قال لي رمضان شرب الدواء ديالك صرف الدواء كان كيجي واحد الدري اللي عاوتاني انا خدام في هذا الطبيب سيكيريتي مسكين هو اللي كيجي كيصواني لي رجلي وكيقادا ديما كيجي بحال دابا نهار ياه ونهار لا. بقيت جابوا لي الرقيلات وليت ما قنطت في الدار مع الصهد قنطت في الدار وليت خصني نخرج بحال دابا الزنقه شكون اللي خرجني خرجني مسكين يا اختي ما كنت تما في الدرج بالرقيلات عاد نتعلم نمشي بالرقيلات تما غادي كتعيط الدراري بالدرب كيجيبوها عاوتاني بقاو غاديين شادين فيا انا غادي بالرقيلات كنبيضاري بحال عاد كتعلم شي حاجه. كنخرج كيحطوا لي الشليوه بساكن باب الدرب كنبقى جالس كيجي عاوتاني مول القهوه كيفتح القهوة ديالو كيخرج لي جوج شليات هكا حطها لي في الحيط وحدة باش كندير عليا رجلي كندير الكوفر لي من التحت كندير رجلي والرقيلات الدراري عياو كنبقى جالس كيتجمع عليا مساكن الدريوريين كيتساعدو كيصبروك راك عارف انا براسي كون بلا منهرس راه كاين اللي كيبقى معاك تما
كنجي وقت الفطار كنبغي نطلع نقول لي لا ما تطلع الدريب اللي كيخرجوا مساكن الفطور خير العالم كنقول كنطلعوا مساكن عاوتاني للدار كتقول لي خلي شادي الدواء حيت الدواء كنت كنشرب كان اللي قبل الماكله كان اللي مور الماكله شمسو ثلاثة المرات هذا في الصباح وفي الغداء وفي العشاء. الغداء شنو هو؟ الغداء هو الفطور والعشاء هو السحور. المهم بقيت شوية بشوية شوية بشوية مدة 8 شهور اخوتي ليلة لا 8 شهور 8 شهور ديال العذاب وانا مغيب الرجيلات معذبين معايا والديا ومعذبين معايا خوتي ومعذبين معايا صحابي مصيبك. المهم بديت شوية تعلمت كنمشي بالرجيلات كتصوني عليا مين هذا الدريري مول تريبورتو الدريري مول تريبورتو بخير لاباس ما كنت كتجي لعندي مسكينة تا هو كيجي لعندي واش يعلم كذبو شي على الله كاين ناس كتجي عندي مو كتجي هو مول تريبورتو حيت مول تريبورتو موقع له والو وداك اللي راكب داك اللي راكب وانا يا زلمة عرس وكنبوس عليه بالضحك انا اللي راكب اللور طلع على راسو حالي تالي على ولا ساعة ساعة كيقول لي واش انا معقل على رقم شي اخو حبق وانا وكنمشي بالرجيلة هو كي حد ما قال لي قلت له قلت له ما عاد من الدور انا عندي اسمي خصني ندير له انا مكتاب من هذا الشيء جابت امو مسكينه واحد الدريري بالطوينيبي باش نطلع زعما نقيدو الكوسطا عاوتاني خصك طلع تاع العين تاع التاونات انا التاونات قال لك داك لا جودان ما كاينش حاس كيقول لي ردوني بالعذاب داك الرقيلات ما كنقدش الطونوبيل الدريري مسكينه مول تريبورتو كيطلع كندير هكا خديه من وراي حيت ما قادرش كيدير تقلت في الطونوبيل لا غير تهزاز راه مسكين كنبقى عليه هكا هالي روتور. المهم المره الاولى مشينا ما لقيناش لا جوده دوزنا شي سيمانه ولات مسكينه جات موراي عاوتاني مشينا لقينا لا جوده دخلنا لعندها عاوتاني قال لك خصك تمشي تكتب شكايه لوكيل الملك يسال لا شكايه لوكيل الملك حيت الجدارميه ما جاوش عمرونا ديك الساعه انا الوراق الطبيب عندي كل شيء عندي الوراق العمليه عندي وما عندي في الدار عندي كلاش دير يلا نمشيو غير بحالاتنا قال لي الضعف هادشي قلت له حنا راه ضايعين في حياتنا كنوليو بحالاتنا حتى للدار لا غدا مسكينه كتصوني عليا موين هاد الدريري هاد قالت لي عزيز شوف شي واحد يوصلك طاكسي هنا نخلصها قالت لي طلع عند واحد المحامي راه هضرت معاه شو اللي درت خلص طلعت طاق بالرقيله واحد الدريري فين قلت لها لا طلع معايا عند واحد نعت لي داك المحامي فين ها فين ما فين طلعنا ثلاثة بينا في الطويكس وتا البابا هي هادي هي هادي بطاس مسكينة خلصات الطرق طرق عند المحامي قال لها صافي سيري بحال لاكارت ديال قلت له لاكارت انا ديما لاكارت دار الفوتوكوبي هاد لاكارت انا كنت صوبت شهادة طبية انا قال لي ما صالحاش مخرويد كالمحامين مخرويدين كالمحامين كيمشيو ديريكس قال لها سيري بحال قلت لها عندك عند واحد الطبيب ديالنا هو اللي غادي لك شهادة طبية قلت له سير على الله عيط لواحد خونا صاحبو سمسار القرودة المحامين عندهم السماصرية ديالهم والتسكردين الجنون ولا كيطيرو انا اللي ندوز داك الشيء مازال دابا معاهم ما عليناش طينا عند واحد الطبيب ركبنا كاملين الدريورية معايا واحد الطبيب خلاونا في الطونوبيل وطلع داك العيط للمحامي ديك السنصار المسمار الجدر انا فين غندي ونجي انا قال لي هذا الكاتب ديالي ساهو هو الكاتب ديالك ما معكش في البيرو تورينا حنايا غير سمسار كاين اللي كيعود طلعوا كاتب
قال المحامي في الطنوبي، طلعت غير انا وداك صاحبنا، ترك 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 دخل قال لي جلس اوليدي جلس، قال له صافي طياره، قال له راه من العائله ديالي عليا انا ما بقيتش كنشوف الا والله، قال له راه من العائله وانا الكرموس الزويته وراه لحدايا كيقول لها راه بغيتي شي حاجه راه جي مالك العرقل، وانا غير السابر قول غير مع بالي قطع معايا القالب كل شيء فيه تخرويط، ولا ولا الناس راه قاده. قال لي شو؟ قال لي نكتب لك نعمر لك هاد الهراس وهاد الشيء. قال لي ملي تمشي لعند الخبير قول له راه مجرود من هنايا وحقه من هنا ومشيت حجري، وقال لي من هنا اللي عندك شي طبعه قال لي قولها. وانا كنقول له غير واخ واخ واخ. المهم صافي الوريقات غيديهم المحامي، لا عاوتاني ودنا كمي في الطوينه بين المحامي والصنيصه الباب الدرب ديالنا، هذاك الدري اللي جاب 4000 راه الا مازال عارف 4000 شديتها ما عاد راك عارف بنادم فني، راه درتها بجي شي الوحده واقيله ولا هذا. قلت نطلع للدار نتجبد عارف في قسم كري، طلعت بقيت نجبد امي عم دراها شني قلت لها شني واش قالت لي هذوك راه غير كيخروضوا على رقبتي الوالدين كيحسوا. المهم بديت كنطلع للطبيب، كنطلع كنطلع ديما معدم معايا مسكين واحد اختي الله يخليها لي، وفي الساعه الصباح على رقبتي كنوضوا في الساعه الصباح بعدا خصك في العشيه تصور لاكارت الرامي جوج فوتوكوبيات تصور داك الورقة ديال الطبيب باش ملي كدفعهم كتصور الرونديفو كلشي تصاور فوتوكوبيات. اليوم الساعة الصباح الساعة ونص كنفيق عاوتاني بالرجيلات وكنتم طالع كطلع مسكينة كوفر الليل مركب كنتجبد لك تما وكنبقى نتعاود تانا مع المرضى بحالي اللي بالرجيلات كل واحد جاي اللي ثلاث سنين هو طالع هابط اللي اربع سنين والحماق المرض خصنا من يدخل داك الطبيب ويشوف اخوتي داك المركب شوف عباد الله تقول كل شيء مريض. كنبقى نجيب كتبقى تسبق مسكينه وتجي على الورق فوقاش كندوز عاوتاني ندخلو ندير الراديو حتى الوحده بالنهار حدا النهار عاد كندير الراديو عاوتاني كندخل كيبقى تسنى تقبض النمره باش تدخل يشوفك الطبيب جاتك الرونديفو بقيت معاه كنمشي معاه شي ربعة طلعات هاد النهار قال لي حيد رجيلة وحدة قلت له والله ما لقيتش معاك قال لي حيدها سير حيدت الرجيلة بقيت كنعكس كنمشي غير المهم يا الخلعة بديت كنمشي برجيلة وحدة كنعواجها طلعة أخرى طلعنا شافني قال لي حيد الرجيلة قلت له والله ما لقيتش قال لي قلت حيد الرجيلة ما تخاف حيد الرجيلة حيدتها كتسي دخلت معايا شديت فيها بغيت نسقى لي حيد يديه لا خصك تمشي طرق طرق قلت راسي كنمشي بشويه فرحت الحمد لله بينا كنبيضاري وعلى رجلينا مشي غير بشويه قال لي غير صدام قال لي غير ما تسبقش انا هو طبي حالاتنا صافي شافوني الدريولين كنمشي غير بلاتي عليا ما كاينش السبق ما والو مثلا كنطلع عند داك المحامي دوزنا يبقى عليا غير لي سير مازال ما عيطوش مازال ما هم 2019 سال 2000 نشوف 21 كنطلع عندو كيقول لي مازال مازال واحد النهار قلت له راه خايتك الدوسي ديالي الله يسرك عطينا الدوسي ديالي وصلنا انا وياك للمحكمه نمشيو فين بغيتي قال لي واللي خسرت انا قلت له خسر ولا تخسرت قلت له عطيني الدوسي ديالي اخي اشوف محامي واحد اخر ملي شافني لبقتها معاه وسعرتها انا عطاني الدوسي ديالي وما عطيتو شي درهم الدوسي هو عطيتو في الدار شي ثلاث ايام واحد الدري ودحهم تنا شنو قال لي يلاه نطلعك عند واحد المحامي
انا طويق سي طلعنا عنده حكى له هضر معاه طراق طراق طراق. قال لي المحامي شكون كنتي داير؟ قلت له فلان بن فلان بلا ما نسمي لكم هذا المحامي هذا راكم عارفين باش بنادم راه كيلقى يا هذيك سميت له انا المحامي مع المحامين بيناتهم جبت تويلي فين طرق طرق هو بارلو قال له شكون عندك هذا الجبار عزيز هذه القضيه كانت عندك؟ قال له كانت عندي. قال له علاش خدا منك هذا الميت؟ قال له راه تعطل عليه وصل. قال له الاسعاف ديالك؟ قال له الله يسامح له فيهم تا هو راه حيت هو غير الكوليز مولاي رشيد علينش شد مني ديك الوريقات كذا نميرة التليفون نميرة التليفون هاد عاد ولا كيصون عليا محامي باخر صون عليا قال لي شو قال لي اطلع يبدلو لك الخبره وغات قال لي باش يبدلو لك راسو راس حيت الاخر داك المحامي الاخر مصمخ وخرويط هذا هذا شفت عند داك الخبير الطبيب بغا يصيفطني عند الخبير حيت كدوز عند الطبيب واحد عاد كيصيفطك عند واحد اخر شفت عند الطبيب الخبير قال لي شنو وقع لك؟ قلت له كنت داير الخبير قلت له شنو وقع لي واشنو وقع لي واشنو وقع لي قلت له راه قال لي الطبيب اللي دار لي سميتو اللي دار لك دار لي شهاده طبيه قال لي قول له من هنا ومن هنا قلت له انا راني مارس غير رجلي مارس رجلي وهاد اللعيبات هادو راه اللي سالب هو التصاور ديال الحديد ها العالم ها العمل وريقه العمليه ما جبت له كلشي شي شهر ونص باش مشيت لعندو قال لي شوف قال لي هادي غتمشي للبوسطه غتدفعها وتولي تجيب لي هاد الوريقه هادي عمر لي واحد الوريق هوت جنا للحرايش شيتال الميزان دخلت الباب الخوخة دفعت في البوسطة 40 درهم وقيلا قل 30 ريال ولا طرق كانوا اللي نطلع له اللعيبة ديالو قلت له اللي عطيني لمرتك التليفون عطيتو النميرة قال لي دابا نعيط لك مازال ما عيطليش لدابا حيت هذاك باش غيصيفطني على الطبيب الخبير الاخر باش قال لك يقلبلو لي لاسورونس هاد العذاب اخوتي اللي دوزت سنة كامل هي على هاد القصيدة هادي شنو هو السبب ديالي هو قللت العقل قللت العقل هذاك الدري اللي قلت لكم طرح على راسه وداك بحال سخيبر ولا هذا حد ما قال لي جاب شفره قال لي لعب عمو ما نتفاد ومشى للدار ديال الله ديال داك الدري اللي بقى كيسب واو الدايره والفاعله هو ريزيني كنعيط له كنقول له فيها مالك فلان مشيتي كيقول لي شوف علاش مصيني با كنقول له با مصيك على العكاس والنظافة كيبقى يضحك يعبر له الله يعبر له كاش منين خرج اخوتي هادي دابا هادي هاد الكارثة راه وقعت لي في 2019 لدابا شحال 2024 ها هو الحديد مازال في رجلي مازال ما حيدتوش دابا ما بحال دابا السبك ما نسبكش مزيان من كدا الا كنسبك كنسبك غير بشويه عليا شي عمشي بسبك مجهد ولا هذا ولا يضربك شي واحد بشي سما ولا بشي لعيبه حاضي راسي باش انا ما كندابزها مع احمد لا مع محمد لا مع ادريس لا مع الجلالي هذاك الشيء واحد بشي ما نقول رجليك اللي دير العمليه الاخرى ودير ودير واللي طلعت عندهم والطبيب الطبيب طلعت عندهم قالوا لي لا غدا خصك تجي مع الثمانيه تجي ما واكل ما تلعب ما تشربش بالليل وما تاكلش في الصباح جيت ما داروا لي لا راديو لا والو حيت عارف شايفين الدوسي ديالي سالم ما فيا قلب ما فيا كبده ما فيا ريه ما فيا طيحان طلع معايا واحد الدري ضحومتنا يخدم في الفران قالوا لي باش غدا يحيدوا لك الحديد صامت واش من حديد غيحيدوا لي انا كنقول لكم راه غير مراوغات في كل شيء التكويش شام زيفيلا كويفر لي كذا ما كان لي مولين الدار مسافرين طلعت انا ويا على الصباح طويق سيني على الله المهم بقينا كنتسناو شطو الدويسي ديالي
حيد حوايجك كاتب الشهر بالزبطة، مشي تسعة ونص الصباح، صار الربعة العشية، الربعة العشية من دخلوني شنو حيدي اللي ديك الجبرونات اللي كانوا عندي هنايا غير جوج، صاروا لي من هنا بنجوا لي رجلي، صاروا لي من هنا غرزوا لي من هنا ومن هنا، فاصمة خرجوا لي الدواء، قالوا لي هاد الوريقة هادي، قلت لهم الحديد ما حيدتوليش، قال لك دابا حيدنا لك غير هادو، عاود المرة الجاية قال لك ملي كدا نحيدو لك هادو اللي من هنا، عاد قال غي حيدو لك داك القطيب، شو عارف انا كيديرو يحيدوه الله اعلم. المهم كنت كنهضر مع داك الطبيب، قال لي الوريقات، انا قلت له فوتوكوبي كل شيء، مش عارف انا خصك تصور داك الوراق، خرج على باب الطبيب دار الفوتوكوبيات على الوراق كاملين، عاد جابهم لهم، عاد قال لي سني باش ما نباتش، باش ما نباتش تما عندهم في الطب، بس خرج بحالاتي داك الساعه تيس معايا الرجيله، قلت له مشي بالرجيله، داك الطبيب قال لي بلا ما تمشي، قلت له الغراز هيطرطقوا لي، قال لي لا، قلت له واخا، جمع لي اخو مسكين ديك اللعيبه ديالي، زيت الرجيله بقيت كنصطم حداه زيت الميه، قال لي ما، قلت له مشي بالرجيله وطرطقوا لي الغراز، حيت حال واحد كنت لقاها في الطبيب رجليه كتسيل، كتبقى تسيل له بالماء والقيح، حيت ما كي هذوك شكون اللي كيزطمك الطبيب اللي كيقول لك ما تمشيش بالرجيلات، كتبقى تزطم تقوم كيطرطقوا لك الغراز، كتولي خصك عاد تبقى تصواني كتشرب خصك تبقى تبرك، كيبقى يخرج لك داك، انا والو الحمد لله مسمار جدر، كنت كنمشي بالرجيلة مدة شي شهر ونص، كان صوانيها وشاري الدواء نهارية نهار لا، خصك تقابل رجليك، كنت كنمشي غير برجيلة وحدة، كنمشي كان خرج للقهيوة ندير رجيلاتي هكا الشليوة بلاتي عليا، ألم ربي هو نجانا وبخير، مازال لي غير نحيد غير هاد القطيب، نحيد هاد الجوج من هنا وهاد القطيب، شوفوا فوقاش وقع لي الكارثة، هادي كونديلا ماشي داخل الكراج، خارج الكراج، حيت دوزت 8 د القبرات غير في الهامبري غير في الدار، انا قلتها لكم ماكله بالوقت تشرب الدواء خصك كدا الطواليت في بلاصتك ليك، وشحال شي دري صغير كدير تنوض تمشي سمعتوني، بحال شي دري صغير، وانا ضرب 17 عام الحبس والصرف، كنت ضرب 17 عام وشهر وما عمري دوزت هاد العذاب اللي دوز الداد فهاد لك الصيدة كوندي، الا دوزت 17 عام وشهر د الحبس، داك 8 شهور اللي دوزت في الدار دازت عليا بحال 20 عام، حنا تبنا ولكن كنخلصو ما عرفنا من عند منين هادشي، الحمد لله ولا من عند العبد اللي جات، الحمد لله مرحبا بيها، ولا كانت من عند العبد الشكوى الله، حنا انا قلنا لكم كنعاود لكم غير الفريق الواقع، تعرفوا بوزيشن داز عليه، بوزي تحرك بلاسي تخسر شبح حبس مات لبه وخوه في الحبس دار الحديثة، شوف ومازال شوف شني عاوتاني مخبى عنا، سمعتوني اخوتي، وهي في هاد الكارثة هادي هي فاش كان بحالي كان نتهزز شي شوية وكان نطلع عند الطبيب كنصوب لوردونوس، غنخليها لكم في هاد الحكاية ان شاء الله باذن الله غدا نكمل لكم القصه، سمعوا ولاد الجريمه وبنات الجريمه اللي ما مابونيش مع بوزي دخلوا تابونا وتغميسه تغمسه كومونتير زوين لا قبيح، حنا ما عندناش مشكل تجي مع شوفوا العذاب والعكاس اللي داز على خوكم بوزي، وتلقوا راسكم للفراجه خوكم بوزي هو بشا